اسبوع وكمان هنرتب الابراج الاكثر طيبه الاكثر قوه الاكثر ذكاء ومين اللي عدوته. يا ساتر يا رب، مخيف وصعب جدا واسئله تانيه كتير جدا. ودايما كل يوم اربع بتنورنا دكتوره هاله حافظ، كل السعاده بوجودك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اجازه حبيبتي مصيف سعيده. ميرسي يا حبيبتي. تاخديش اجازه تاني؟ مش هياخد تاني. اوكي، اهلا وسهلا بيكي مره تانيه هالة، نورتينا وشرفتينا. وزي ما احنا ابتدينا دايما نقول عايزين الاكثر، يعني ايه؟ انا مثلا لما اقول لك من رتب لنا كلمه القوه بالنسبه لكل الابراج، مين هم اكثر الابراج؟ مثلا بلاش قوه، ممكن اقول طيبه. طيبه طيبه، خلينا طيبه. طيبه حلو. مين اكثر الابراج بالترتيب كده؟ اول واحد طيب قوي قوي قوي، واحد اثنين، احنا عندنا ال 12 من الاكثر. انا اخر واحد عارف. لا لا والله، لا والله العذراء مش اقل واحد، هو قبل الاخير. هنقول لا، هنقول على فكره العذرائيين زعلانين منك جدا يا مفيد. ده خير، لان هم شايفين ان انت يعني بتقلي عليهم وهم مش بالصوره دي، هم طيبين. او هي مش عذراء. لا, لا انا اصلي، ده انا اصلي عزراء. يا باشا مفيدة عذراء على فكرة. يبقى الصعيد بتاعها مستحيل يبقى عذراء. الصعيد بتاعي عذراء. عذراء بيور، يعني زي ما الكتاب بيقول. طب انت عملنا الحسابات. طيب خلينا نشوف يعني أكثر الأبراج طيبة، أكثر الأبراج طيبة عن جدارة. هما اتنين هحطهم في المركز الأول، الأول والأول مكرر، السرطان والحوت، دول أكثر أبراج مائيين طيبين. اللي بعديهم على طول الميزان. تالت واحد طيب. طب العقرب مائي. لسه هنقول بالترتيب لسه. لا مش داخل. لا مش داخل. العقرب لسه شويه كتير. يبقى اول واحد السرطان، تاني واحد الحوت الاول مقرب، بعد كده الميزان، بعد كده الدلو، رابع واحد في الطيبه، خامس واحد الثور. الناس هتستغرب كتير الثور. الثور من الطيبين. سيبك من قوته وقوه شخصيته، لكن في مواقف معينه هتظهر طيبته وتنكشف طيبته. احنا عندنا دلو منورنا هنا فعلا من الابراج الطيبه. الابراج الطيبه طبعا هو رابع واحد، بعد كده الثور، بعد كده الاسد، بعد كده القوس والحمل في حته واحده في الطيبه، والجوزاء والعذراء في حته واحده، فيعتبر العذراء في المراكز المتاخره، وبعد كده العقرب، وبعد كده الجدي. قلت حاجه من عندي، قلت لهم العذراء. يبقى اخر اربعه الجدي مش طيب. اخر اربعه يا سوير هنقول الجوزاء والعذراء والعقرب والجدي. كل الجدي اللي انا بعرفهم طيبين جدا ومع طاقين. ما هو في ترتيب. مش قلنا اول الابراج اللي هي الطيبه بزياده اللي هي السرطان. ده حقيقي. ده حقيقي. خلينا نسمع سهير كده. انا قلت لكم الترتيبه الصح حتى اللي في مستوى واحد انا قلت لك عليه. يبقى هم السرطان والحوت في حته واحده، وبعدين الميزان، ثم الدلو، الثور، الاسد، القوس، الحمل، الجوزاء، العذراء، العقرب، الجدي. طيب لو رتبنا الابراج من حيث القوه من الاكثر للاقل. طيب بصي بقى، اقوى الابراج هو الاسد. الثور. ثور قوي جدا. شوفي هو في الطيبه خامس واحد، الا ان في القوه هو اول واحد. لسه كنت هقول لك هو قوي جدا، قادر على حل المشاكل، قادر على تحمل المسؤوليه، صبور جدا. فانا يوم ما حاجه اصنف هي القوه، مش قوه عضلات، مش فرد عضلات، قوه تحمل وقوه مخ. اقدر اشيل واتحمل واعرف امتى اعمل ايه. فدي تعتبر قوه. تاني واحد العقرب اللي هو اخر واحد في الطيبه، فيعتبر في القوه تاني واحد. القوس تالت واحد قوي. رابع برج قوي هو الجدي، عنده قوة فكرية وذهنية وفي التصرف وفي رد وفعل قوي جدا، إداري جيد جدا جدا. الأسد بيعرف يوصل لأهدافه بشكل قوي جدا، قرارات فحشي قوي قوية. العذراء في القوة هو سادس واحد. الحمل، وأقدر أحط العذراء والحمل في قوة واحدة، يعني لو ستة هبقى محتارة ما بينهم. يعني بيلعبوا هما الاثنين. لو انا لسه حد اول قبل مكرر. الجوزاء والدلو برضو في القوة متقاربين قوي، فمش قادرة احط مين قبل مين. فالجوزاء ثم الدلو، الحوت، الميزان، السرطان. السرطان ملوش في مركز اخير في القوة. في القوة ما بيعرفش يفرد عضلات. بمعنى ايه القوة؟ بصي قوة شخصية وقوة ارادة وقوة ان انت لما بتاخدي موقف تبقي مصرة عليه، ما حدش يقول لك كلمتين وتقومي راجعة في قرارك. بس في قوة شخصية وفي قوة قرار.
يعني اوكي ممكن في ضعف وفي قوة إرادة. لا وفي قوة إرادة ده مؤكد، احنا بس بنتكلم عن في ضعف اتجاه إنساني، يعني ممكن أبتز إنسانيا، ممكن أبقى عايزة أقدم الإنسانية قبل بالظبط. فهو السرطان احتياجاتي بيبتز أنا، فهي طول الوقت عمالة بتتكعبل، عارفة هي تقدم الإنسانية وتقع على ده وشها. حقيقي، عشان كده ما أوكي اقدرش بس احطك في الابراج القوية أيوة، خالص. بس القوية لو أنا اللي هو بيعرف ياخد حقه، بس مش القوية في الإرادة وفي الإدارة وفي الذكاء وكده. لا احنا مش بنتكلم، احنا لسه الذكاء هنقوله، احنا لا دلوقتي في قوة، قوة أيوة إرادة مع أيوة قوة شخصية أيوة مع قوة ردة فعل. لا انا طبعا انا سرطان بتعرفي حطاني في تتخانقي يا الاخر، سهير؟ ما لا بعرفش اتخانق. طب ولا خلاص خلاص يبقى ولا مش ولا قويه يا ولا سهير، لو لا احنا قصدنا نقوله ولا بالعكس ردة فعل. ده اللي ما بيعرفش يتخانق ده هو القوي مش الضعيف. لا ده بيوظف اسهل حاجه ان انت حمصك. تتخانقي. لا اللي انا عايزه اقوله مش خناقه، انك تشرشحي لحد، انا على لا كل حال قصدت انا اقوله انك تتخانقي. متحفظه، طيب لان انا هو سرطان اخر واحد. شايفه عندي هو يا سرطان قوه اخر واحد. اراده، قوه اداره، مين؟ قوه شخصيه.